كل شيء على أحسن ما يرام. صحيح أننا لم نحقق نتائج جيدة حتى الآن، وتبقى لنا فرصة أخيرة للتأهل للدور الثاني. لذلك يجب أن نقدم كل ما لدينا على أرضية الملعب للتأهل. لا شيء يمكنه أن يكون مفيدا لنا إلا الانتصار بهدفين، وحتى الفوز بفارق ضئيل قد لا يخدم مصلحتنا في النهاية. فريدريك كانوتي دائما يبقى اسم بمواصفات خاصة، لاعب مميز كإنسان وكلاعب. وجهت لك السؤال طبعا بخصوص ربما الذكريات كلاعب، لاعب كثيرة لمنتخب السودان وعلاقة كرة القدم السودانية بالإفريقية. قربنا من أشياء في هذا الاتجاه نكهت هذه الكرة. والله طبعا يعني المباريات الافريقيه يعني بالذات اللي بتكون في المناطق الافريقيه القريبه لمنطقه الاستواء وكده كلها طبعا بتمر باشياء يعني طرائف كبيره جدا يعني، منها طبعا يعني انا بالنسبه لي يعني يمكن اكون اول مباراه لعبتها خارج السودان تقريبا في تونس مع امام الفريق التونسي عام 75. كانت بطوله افريقيا 76 تاهلنا لها، كانت في اثيوبيا ونحن انتصرنا افتكر على الفريق التونسي، كان فاز علينا 3-2 في تونس وانتصرنا 2-1 في الخرطوم. ده في 75 تأهلنا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية اللي كان في اثيوبيا سنة 76. وطبعا يعني طبعا هل هناك ذكريات خارج الكورة ربما طرائف أشياء في هذا الاتجاه؟ والله الطرائف كثيرة، لكن طبعا الذكريات بتكون يعني الواحد ما بيذكر بالتفصيل كده، لكن طبعا يعني انا اذكر يعني في المباريات يعني بالذات المباريات الافريقيه يعني انا الحاجه اللي ما انساها كنا لاعبين في مباراه افريقيه في كينيا، وطبعا العنف الافريقي كله، انا كان الوقت ده كنا العنف اكثر من دلوقتي يعني، فاذكر يعني انا اصطدمت مع بعض اللاعبين حتى فقدت الدبله بتاعتي في الملعب وما قدرت يعني احصل عليها خالص. مشكلة دبل الزواج؟ مشكلة ايوه خفيفة يعني. فدي كانت طبعا بالنسبة لي يعني طرفة جدا، لانه لما رجعت السودان ما كانت. شنو الحل سويته؟ هذه هناك مع زوجتك شنو الحل؟ الحل ما طبعا اقتنعت. اقتنعت اكيد اكيد. فدي كانت طرفة يعني. حتى جينا بعد المباراة جينا فتشنا الملعب قلت هيك ما جبنا اللاعبين تمرينا في الملعب ما عطلت بالسحر رحت. عموما نتواصل معكم من خلال البرنامج بعد التسعين، هذه الأشياء التي طبعا نبحث عنها كفوكاهة تقدم ربما أشياء جميلة جدا. عندما نتحدث عن ربما الأسماء المحترفة فهي كثيرة، تحدث عن الأسماء المحترفة الإفريقية في الفرق المغربية. أمادو ديالو لاعب مالي يلعب في صفوف الفتح الرباطي أحد أندية القسم الأول، الأخضر النوالي ربما وجد هذا اللاعب من خلال التقرير التالي يقربنا أكثر عن هذا الاسم وكيف يتابع خطوات منتخب بلاده في المونديال الإفريقي في أنغولا. كانت أقدار الكرة هي التي حطت بأمادو ديالو اللاعب المالي ضمن مجموعة أقدام نادي الفتح الرياضي الرباطي. أمادو يتابع أطوار الكان الأنغولية وهي الحاضنة لمنتخب بلاده، متابعة لدى صاحبنا فيها الكثير من الأنس. بصراحة دورة كأس إفريقيا للأمم 2010 في أنغولا دورة ممتازة على المستوى الفني، وقد بينت المباريات أنه لم يعد هناك منتخبات متواضعة المستوى في الكرة، ولذلك فكل المنتخبات مدعوة دائما للتأكيد مع كل مباراة جديدة. وقائع نهائيات أمم إفريقيا تهيمن على مخيلة أمادو، خصوصا وأن سفراء باماكو يحاولون التغلب على الأوجاع للذهاب بعيدا في المدار. بالنسبة للمباراة الأخيرة لمنتخب مالي لقد كانت مباراة صعبة، لم نلعب فيها جيدا، خلقنا الكثير من الفرص ولكن أضعناها جميعا، للأسف فقط قبلنا هدفا وكان هذا مخيبا للأمال. أمادو يتصفح خارطة المنتخبات المنافسة على الكأس السمراء ويعطي السعر الأفضل للمنتخب الأفضل. أرشح الكاميرون ومصر للنهائي. هي سيرة حب بعواطف مالية من الرباط. أمادو ديالو رمز لعشق خالص للبلد ولناس البلد.
أمادو ديالو يضبط متابعته للكان على ساعة لواندا، حب مفرط لنخبة النجوم بالأحلام والآهات، تلك شجون تصنعها كرة القدم. الأخضر نوالي، الجزيرة الرياضية، الرباط. أمادو ديالو ربما يحلم يوما ما أن يلعب لمنتخب مالي، عموما سيشجع هذا المنتخب في مواجهة لمالاوي أكيد. هكذا إذن من خلال هذه السهرة بعد التسعين، دائما نتحدث عن الإثارة التي تميز ربما أجواء القارة السمراء. كابتن حسام، لعبت للنادي الإفريقي، تنقلت مع المنتخب التونسي، ربما هو مشوار طويل وأشياء ربما تقربنا أكثر من هذه الرحلات في أرجاء القارة السمراء. أكيد كانت سفرات متعبة، كنا أغلب الرحلات نكون في طائرة عسكرية، تقريبا كل رحلة تدوم بين 16-18 ساعة، لما تنزل هناك بعد 18 ساعة و10 أيام و9 أيام وبعد